طبعا يا اخوانا، الكلام في قصور الجنة هو كلام عن شيء لم يره الإنسان، لكن السنة، القرآن والسنة وضحت فيه أشياء. تكلمنا عن خيامهم، يعني الإنسان في الجنة له شاليه بإذن الله عز وجل وخيمة، وهذه الخيام من لؤلؤة واحدة فقط، لكنها 60 ميلا. قلنا أيامها في الحلقة السابقة أنها أعلى من برج خليفة في السماء، هو أعلى برج الآن في العالم إلى الآن يا أبو أحمد، هو برج خليفة. هذا 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 يعني قد لا يقتصر على 2 كيلو في السماء ارتفاع، أقل يمكن كمان. لما أتكلم عن 60 ميل ارتفاع، بتكلم عن 60 ميل عرض في الجنة، فيها أهلونا لا يرى بعضهم بعضا. هذه هي مجرد خيمة واستراحة للمؤمن. أما القصور فقد قال الله عز وجل عنها: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. فأخبر تعالى أنها غرف فوق غرف، وأنها مبنية بناء حقيقة، لئلا تتوهم النفوس أن ذلك تمثيل وأنه ليس هناك بناء، بل تتصور النفوس غرفا مبنية كالعلالي بعضها فوق بعض، حتى كأنها ينظر إليها عيانا ومبنية. هذه الغرف منازل مرتفعة، فوقها منازل أرفع منها، حتى إن المؤمنين لا يتراءون بعضهم كما تتراءى النجمة في السماء من البعد ومن الارتفاع. قال الله عز وجل: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. تأمل كيف جزاؤهم عند الله عز وجل على هذه الأقوال. يعني وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. هذه الأقوال لما تضمنت الخضوع لله عز وجل والذل والاستكانة لله عز وجل، جزاهم الله عز وجل بالغرف المبنية، الغرف التي في من فوقها غرف. تلك الغرف جزاء لما سالموا المؤمنين، وأنهم ما آذوا المسلمين، فسلمهم الله عز وجل يلقون فيها تحية وسلاما. لا يسمعون في هذه الغرف إلا تحية وسلاما. هل الغرف والقصور يا شيخ فادي هي لكل المؤمنين في الجنة ولا لناس دون غيرهم؟ لا، هي لكل المؤمنين في الجنة طبعا، لكن تتفاوت، لكن تتفاوت علوا ومكانة وازدهار. في الجنة قصور من ذهب، وفيها قصور من فضة. قصور، تخيل قصر كامل من ذهب. يعني قد لو جبنا أعلى ملك الآن في العالم، هل يملك غرفة كاملة من ذهب عشان يملك قصر من ذهب؟ غرفة كاملة يعني تكون مبنية كاملة من ذهب حتى يملك قصرا من ذهب؟ ولو ملكها ستزول أيضا، ستزول. كذلك ما هو هذا القصر وما سعة هذا القصر؟ لا يعلم سعته إلا الله عز وجل. ليس كقصر الدنيا الذي يعني في بلد عربي تقريبا ال 50,000 أظن 50 دنم القصر. تخيل 50 دنم قصر في بلد عربي لا يجد أهله فيه القوت، ماشي. أما في الجنة فهي واسعة سعة لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال الله عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ليس فقط روعة الغرفة
في أنها غرفة في الجنة، وإنما روعتها والانسجام معها أنك آمن أن تزول هذه الغرفة، آمن أن يغضب الله عليك، آمن من المرض، آمن من الاضطراب والقلق، آمن من الخروج منها والإخراج، آمن من الموت. فتبقى لذة الغرفة وتبقى متعة القصور. قال الله تعالى: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن. وأما آسيا تلك المرأة العظيمة فإنها اختارت الجار قبل الدار، فقالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، رب ابن لي عندك، فاختارت الجار قبل الدار، ولم تقل يا رب هيئ للملية الملائكة أن يبنوا لي، بل قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فاختارت الجارة قبل الدار، رحمها الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم ابنة عمران، وفاطمة، لا، مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة ابن أبي، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة رضي الله عنها. فأما خديجة فإنها تعبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم قالوا: يا شيخنا، مين أفضل، خديجة ولا عائشة؟ قالوا: خديجة، لأن عائشة رضي الله عنها حملتها الدعوة، وأما خديجة فقد حملت الدعوة بأبي هي وأمي رضوان الله عليها، هي كاملة من النساء، بل إن خديجة وابنتها فاطمة جمعتا نصف كمال النساء. تخيل خديجة وهي تسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام إلى غار ثور، إلى غار حراء. ما هو غار حراء؟ في جبل. كيف تتسلق امرأة بلغت 50 أو بلغت 40 الجبل؟ كيف؟ جبل لا يتسلقه رجال. كيف تتسلقه هذه المرأة؟ ومش يوم، كل يوم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في هذا الغار كل يوم، ولم يكن نبيا، عشان ما حدش يقول لي والله هي يعني بتخدم نبي، لا، كانت كان زوجا قبل أن يكون نبيا، ما عرفته نبيا بل عرفته زوجا. تخيل امرأة في هذا السن تتسلق غار حراء لتعطي النبي الطعام، ومش يوم، ويمكن في اليوم أكثر من مرة.